نشرة أخبار الثانية وربع من صوت لبنان مع تحيات ميشيل الصيفي والمخرج سيمو مصور. عناوين النشرة: لقاء بعبدة، حقودة مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ستفتح الدورة فورا من هلأ لحد ما تبدأ الدورة العادية. هندعي مجلس وزراء فور استلام الموازنة. مجلس المطارنة يطالب باسترداد الدولة. إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية. حمية غير راض على موازنة وزارة الأشغال. هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في بغداد. قرب فصل الشتاء والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشوفاج من أكثر من 50 سنة، وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركة دو ديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمازوت والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. نظريا فتحت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من خلال لقاء الرئيسين عون وميقاتي، مضافا إلى الاتصال الهاتفي الذي أجري برئيس المجلس نبيه بري، وبالتالي لا داعي للعريضة النيابية التي جمعت إلى الآن 40 نائبا وقعوا على فتحها. نظريا أيضا يستأنف مجلس الوزراء جلساته بعد الاتفاق بين رئيس الجمهورية والحكومة، والدافع الأساسي إقرار الموازنة، وهي من بين الشروط الأساسية لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زف الخبر من بعبدة إلى اللبنانيين مع مكرمة بين مزدوجين للموظفين في القطاع العام الذين يعانون من سحق رواتبهم أمام ارتفاع الدولار الذي تراجع نسبيا بعدما بلغ أمس 30,000 ليرة. هذه مذلة وليست مكرمة شعب مخنوق بنار السوبر ماركت والمولدات والبنزين. اتفقنا أنا وفخامة الرئيس أولا حأودع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ستفتح الدورة فورا من هلأ لحد ما تبدأ الدورة العادية. الأمر الثاني كمان أبلغت فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لسنة 2022 صفت حاضرة تقريبا خالصة، وحأستلمها بهاليومين. فور استلامها صار من الضروري انعقاد مجلس وزراء لإقرارها، لأنها شرط أساسي أمام صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية اللي عم نقوم فيها. فكمان هندعي مجلس وزراء فور استلام الموازنة للنظر بالموازنة اللي هي أهم أمر للدولة بالوقت الحاضر وأرسلها لمجلس النواب. الأمر الثالث كمان اتفقت أنا وفخامة الرئيس على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية وخاصة للموظفين والإدارات العامة اللي وعدنا فيها أن نص شهر تشرين تاني ونص شهر كيون أول كما سيفرج عنها اليوم بإذن الله. لكن في العمل ما الذي تغير؟ قراءة سياسية في الدعوة إلى العقد الاستثنائي وإلى استئناف جلسات مجلس الوزراء. نيابيا الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة يعني حكما فتح الدورة الاستثنائية التي تحتاج إلى توقيعي رئيس الجمهورية والحكومة، بعدما كانت مطلبا للرئيس بري عارضه الرئيس عون لاشتراطه تلازم الدورة الاستثنائية مع معاودة أعمال الحكومة المعطلة على يد أمل وحزب الله.
حكوميا، اتفاق الرئيسين عون وميقاتي لا يعيد الحياة حكما إلى جلسات مجلس الوزراء إلا إذا تخلى رئيس الحكومة عن حرصه على ضمان حضور وزراء أمل وحزب الله، بعدما احتمى بهذا العذر ردا على مطالبة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء. السؤال: هل تغير ميقاتي وصار أصلب عودا بعد هجوم الأمين العام لحزب الله على السعودية وبعد هجوم النائب حسن فضل الله عليه باسم حزب الله مستخدما عبارات مثل نربأ بالرئيس ميقاتي والخطأ الفادح الذي ارتكبه في الدفاع عن المملكة واستجداء رضا المملكة وعدم مكافأته حتى باتصال من السفير السعودي بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي؟ وهذه العبارات استخدمها النائب فضل الله في هجومه على الرئيس ميقاتي. يمكن إذن القول إن العقد الاستثنائي لمجلس النواب حل ثلاثيا وبالتوافق بين الرؤساء المعنيين بالعقد عون بري وميقاتي، وإن الدعوة إلى جلسات الحكومية حلت ثنائيا بين رئيسي الجمهورية والحكومة. الحل الثلاثي يؤمن حكما انعقاد مجلس النواب ويوفر له النصاب، والتوافق الثنائي يلبي دستوريا انعقاد مجلس الوزراء، لكن تبقى ثغرة الميثاقية التي كان رئيس الحكومة يبحث عن ردمها. فهل تكفل الرئيس عون بمعالجة حضور الوزراء الشيعة مع الأمين العام لحزب الله، أم هي صفقة أكبر تقضي بمعالجة أزمة التحقيق وقصر اختصاص المحقق العدلي في جريمة المرفأ على المسؤولين العاديين دون الرؤساء والوزراء وإحالة هؤلاء إلى المجلس الأعلى؟ ولهذا السبب اتفق على عقد طويل الأمد يستمر حتى بداية العقد العادي المقبل، هكذا يتسنى لمجلس النواب إقرار الموازنة كعمل أول وفق منطوق الدستور، وإقرار لجنة تحقيق نيابية للنظر في جريمة انفجار المرفأ مع المطلوبين أمام القاضي بيطار، وهم الرئيس حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، ويوسف فينيانوس، بعد إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. إنها صفقة إجازة ما بين العيدين. إلى ذلك، وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون 16 قانونا أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وأحالها للنشر وفقا للأصول. النائب محمد الحجار اعتبر في حديث لصوت لبنان أنه ليس هناك سوى حلين للوضع الحالي، أو الذهاب إلى صدام مع حزب الله في الداخل وهو الأمر الذي نعمل على تفاديه، أو الضغط للتخفيف من المشاكل التي يعاني منها الشعب، لافتا إلى أن عودة الحريري باتت قريبة. رئيس الجمهورية كمان مراهن حاله للأسف، راهن البلد لا مشيئة حزب الله، اللي هو راهن مبدئيا كله سوى اللبنانيين لمشيئة الإيرانيين. مطلوب من العرب بهالحالة يعني، والدول العربية تعبنا لحتى نصمد بوجه انهيارات عم تصير بالبلد بسبب أساس الانهيار هو حزب الله والسياسة اللي عم يتبعها. كل تفاصيلها بكل ظروفها بكل تحالفاتها بكل المواقف فيها في كل سلوك القوى السياسية مع سعد الحريري خلال كل هذه المرحلة هي عم تندرس اليوم وعلى أساسها تحدد موقف. وفي عين التين، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من دون أن نعرف حتى الساعة ما إذا كان السنيورة يحمل إلى رئيس المجلس رسائل من أي نوع. في هذا الوقت وفي الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شدد السفير الإيراني محمد جلال فيروزينيا على استمرار إيران في دعمها للمقاومة في هذه المنطقة، وجدد في احتفال أقامته السفارة الإيرانية وقوف بلاده دائما وأبدا إلى جانب لبنان شعبا وحكومة ومقاومة، ووعد بدعم لبنان ومساعدته للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في مختلف المجالات المتاحة، لافتا إلى أن الدعم ليس مشروطا. البطريرك الماروني مبشار بطرس الراعي ترأس الاجتماع الدوري لمجلس المطارنة الموارنة. البيان الختامي للاجتماع تلاه المطران أنطوان عوكر، وشدد على إجراء الانتخابات النيابية ورئاسية بجدية وديمقراطية. يبدي الآباء ارتياحهم إلى التقدم النوعي الجدي للمفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي
ويدعونا إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق المالي الإصلاحي الذي يترقبه لبنان والدول الصديقة، وأن يبادر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمله مسؤولياته الكاملة. إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية بجدية وروح ديمقراطية، ومحور هذه الأولويات الإصلاح ومحاربة الفساد. وإلى تغريدة اليوم. غرد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ معلقا على التطورات السياسية، وكتب قائلا: استنكار أهل السلطة إهانة المملكة العربية السعودية ضروري، لكنه لا يكفي. المطلوب من رجل الحكم أن يحكم فيرفع الغطاء السياسي عن المرتكب من دون أي تردد. الثقة تبدأ مع إعلان انتهاء المعادلة الثلاثية التي دمرت لبنان في الداخل وقوضت صداقته في الخارج. بعد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدة أن مشروع الموازنة قد أنجز، اعترض وزير الأشغال علي حمي على المبلغ المخصص للوزارة في المشروع مطالبا برفعه. والمزيد مع مجدون نعيد. رفض وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية تخصيص وزارة الأشغال بأربعين مليار ليرة في موازنة 2022، مطالبا برفعها إلى 750 مليار لتأمين الحد الأدنى للصيانة. حمية تناول في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة وضع الطرقات، صيانتها، تصريف مياه الأمطار والمباني وجرف الثلوج، بالإضافة إلى الأعمال التي قامت بها الوزارة في ظل موازنتها والواقع المالي. 2021 40 مليار ليرة على دولار إكس عم يتغير، زائد دول غير معقود 62 مليار، طلع معي 102 مليار كلهم على بعضهم 4 مليون دولار بال 2022. إذا أنا بدهم يعطوني 40 مليار بالموازنة 22 التي لم أرضعها أبدا، 1.4 مليون دولار بده يعطيني، 1.4 مليون دولار يروح هو يعمل صيانة للمباني، يروح هو يعمل صيانة للأوتوستراديات، يروح هو يرفع الثلوج على الجبال. أنا عم بحكي بند الصيانة فقط، لا عم بحكي بمرفق بيروت، ولا عم بحكي بمطار بيروت، ولا عم بحكي بزق الطريق وأهله وقفلشه على الآخر، أنا عم بحكي فقط بالصيانة التي تمس السلام العام. حمية أكد العمل لعدم تكرار مشاهد الفيضانات. على الدولة اللبنانية أنه بموازنة 22 أن تراعي مسألتين أساسيتين: النمو الاقتصادي وكيفية تفعيل المرافق العامة، والموضوع الثاني السلام العام. مش نجيب عناوين نقعد نقاتل علشان العنوانات، اللي هو قادر يجي يتحداني ويقول لي هؤلاء العنوانات مش أساسيين للموازنة في ظل الوضع الخزين العام القائم. العامل الثاني هو النمو الاقتصادي وتفعيل المرافق، اللي أنا بالنسبة لنا هو عنوان 2022، نهضة لبنان بتفعيل مرافقه. وزير الأشغال انتقد إلغاء وحدة الصيانة الخاصة بالوزارة. مجدولين عيد، صوت لبنان. حدد وزير التربية والصحة التوجهات بشأن المدارس في ضوء الضغوط التي تفرضها الكورونا، وبرز تمسك بالتعليم الحضوري. المزيد مع تريز الخوري. حسمت العودة إلى المدارس في العاشر من الشهر الحالي، ولكن مع اتباع إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. هذا ما أعلنه وزير التربية والإعلام بالوكالة عباس الحلبي الذي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الصحة في وزارة الإعلام. توزيع المعقمات والكمامات على القطاع الرسمي بدعم من منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر، أنشئت بالتعاون مع الصليب الأحمر الذي يواكب الوزارة على مدار الساعة غرفة عمليات تدير ملف كورونا، ويقوم الصليب الأحمر بتتبع الحالات تريسينج، واستنادا لذلك يتخذ قرار إقفال الصف أو الطابق أو المدرسة في حال وجود إصابات. تنشر وزارة التربية كل إصاباتها بطريقة شفافة من خلال داشبورد يستطيع أي شخص الولوج إليه
لمعرفة عدد الإصابات في كل مدرسة أو محافظة. وزير الصحة فراس الأبيض دعا الجميع إلى أخذ اللقاح، لافتا إلى أنه يؤمن الوقاية من الفيروس. وفي رده على سؤال لصوت لبنان، لم ينفي الأبيض تفشي وباء أوميكرون، إنما اعتبر أن اللقاح هو الضمانة. نقبل هذا التحدي، ولكن مع التحدي هنالك أمور مهمة يجب القيام بها. تشدد في الإجراءات اللي وضعت ضمن البروتوكول بالتعاون ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة والمنظمات الدولية، واللي قائم على إجراءات الوقاية، وأهمها موضوع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيره. وهون أنا بدي أقدم شكر للمنظمات الدولية، يونيسف ومنظمة الصحة العالمية، على دعمها للوزارتين بهذا الموضوع. ممثلة منظمة الصحة العالمية رنا الشنقيتي تحدثت عن الإجراءات الوقائية. من إحدى الأرقام اللي مهمة اللي عم تتداول هلأ، أنه أكثر من 90 أو 95% من الحالات اللي بالمستشفيات هي مش مطعمة، فهذا إثبات كتير كبير على أنه الفاكسين بيحمي من خطورة المرض، من داعي للاستشفاء. عم تجيهم عوارض، ولكن عم تجيهم عوارض خفيفة، يعني عم بيقدروا أنهم يعالجوها وأنهم يتداركوها في البيوت. فيمكن هاي هي الرسالة الوحيدة اللي أنا بالنسبة لي كتير مهمة، أنه رجاء أن الكل يتسجل والكل يروح يطعم. خلينا نحاول أنه نعمل كنترول على الوضع أكيد أكثر وأكثر، وبنفس الوقت أنه أولادنا يرجعوا للمدارس. وكانت كلمة لمنظمة اليونيسف شددت على ضرورة الحد من انتشار الفيروس. من وزارة الإعلام، تراز الخوري، صوت لبنان. وكان وزير التربية عباس الحلبي أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة أن التعليم الحضوري أفضل، لأننا على ثقة بأن الطالب يضع الكمامة طوال الوقت. البروفيسور في الجامعة الأمريكية غسان سكاف لفت إلى أن الإجراءات المعتمدة من قبل الدول لا تكفي للحماية من كورونا، وألقى عبر صوت لبنان اللوم على منظمة الصحة العالمية. هناك تقصير واضح لمنظمة الصحة العالمية بعد سنتين من انتشار الوباء، يلي بتقديري ما قامت بواجبها. هلا لبنانيا نحن بعدنا تحت المستوى التلقيح العالمي بكتير، يعني نحن ما عدنا وصلنا لل 40%، بينما الدول الكبرى وصلت ل 67%. هلا اللقاحات، كل البيانات افادت انه اللقاحات الحاليه هي بتحمي من مضاعفات مرض كوفيد 19 وبتقلل من خطر الوفاه، خصوصا انه اثبتت البيانات الاخيره اللي عم نشوفها انه الجرعه المعززه هي بترفع مستوى الاجسام المضاده اللي هي قادره على مقاومه المتحول. علق عضو لجنة السياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية يعقوب رضا زاد على تصريحات العاهل السعودي، مشيرا إلى أنها تتعارض مع مبدأ حسن الجوار والقوانين الدولية وتعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية. وأسف زاد لأن المسؤولين السعوديين تنطلي عليهم مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل المناهضة لإيران بحد قوله. نقلت وكالة رويترز عن قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن التحالف بقيادة الرياض احتجز سفينة وقود واقتضها إلى ميناء سعودي، إلا أن السعودية لم تعلق أو تؤكد الخبر. في الموازات، تعرضت قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي لم يؤدي إلى وقوع إصابات. وأعلن الجيش العراقي العثور على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ في حي الجهاد في غرب بغداد. اتسعت الاحتجاجات في كازاخستان وأعلنت حالة طوارئ بعد مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز، أجبرت الرئيس قاسم جمرات توكياف على إقالة الحكومة. الشرطة الكازاخستانية أعلنت اعتقال أكثر من 200 شخص وإصابة عشرات من أفرادها بجروح. سجلت إسرائيل أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات الجديدة بالكورونا، فيما أعلنت هونغ كونغ حظر الرحلات الجوية من 8 دول بسبب تفشي أوميكرون. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا قليل الغيوم، يتحول بعد الظهر تدريجيا إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل في درجة الحرارة على الساحل، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.
إذا كان في هذه النشرة لقاء بعبدة. حأودع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ستفتح الدورة فورا من هلأ لحديت ما تبدأ الدورة العادية. هندعي مجلس وزراء فور استلام الموازنة. مجلس المطارنة يطالب باسترداد الدولة. إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية. حمية غير راض على موازنة وزارة الأشغال. هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في بغداد. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.